المحاضرات ايضا فرق كبير لكن الحمد لله تحنا ما كناش عندنا فرق كبير وعندنا مجموع كبير احنا بدنا مجموع ديال المحاضرات الايجابيه ولكن الحمد لله ما كتبش شي ان شاء الله المحاضرات انتم كما كتشوفوا لعبنا بلاعب ناقص وين كنا طيحنا على المحاضرات ديالنا نتمنى والله نسالوا المحاضرات هذه وكنشكر الدراري المحاضرات اللي قدموا كنشكرهم بزاف والله كانوا جامدين في المحاضرات كما كتشوفوا ان شاء الله المحاضرات هذه نفكروا في المحاضرات الجايه ان شاء الله نزيدوا نخدموا كيفاش الحضور الجماهيري اليوم نسولوا لنا على الغياب تاع الجماهير كما كتشوفوا الحضور الجماهيري احترامات الجمهور الجمهور معروف راه جمهور كبير وكيشجع الفريق ديالو بحال بعد غياب بول على الميادين كيفاش كتحصل العوده ديالو كنت مع الجماهير تاع الجمهور الجماهير كما كنعرفوا راه الميادي ما كانش فيه كان كانوا بزاف الناس اللي دايرين بيا وبزاف الناس اللي كانوا كيحاربوني ولكن انا ربي معايا وربي والدي ننسى هذاك الشيء كامل انا نسيته اصلا كنفكر في صفحه جديده دابا الصفحه هذيك كنفكر في صفحه جديده اللي نعطي شي اضافه للفريق ديالي المدينه ديالي كنبغيها والجماهير ديالي كنبغيها